بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف نعرف How to create a telegram poll، أي كيف تنشئ اقتراع باستخدام التليجرام وأكواد بايثون. قبل البدء في كتابة الكود يجب تثبيت مكتبة requests. بنفتح نافذة التيرمينال ونكتب الكود التالي pip install requests ونضغط مفتاح اثقال انتر، بيقوم بتثبيت المكتبة. نغلق نافذة التيرمينال وبنكتب في السطر الأول هنا import requests، السطر اللي بعده import json، بعدها بفتح متغير url يساوي وناخد بين علامتي تنصيص. هنا نكتب الـ URL التالي https://api.telegram.org/bot، وهنعود للـ URL مرة أخرى بعد ما ننتهي من كتابة الكود التالي. بنكتب هنا متغير مثلا parameters يساوي وافتح curly braces واكتب هنا الأزواج التالية. الزوج الأول بكتب هنا مثلا chat ID، وبعدها بناخد كله وبنترك الشات ID القيمة بتاعتها الفاليو بتاعتها فارغة، نكتب كوما ونعود إليها لاحقا. بعد كده بنكتب السؤال الخاص بعملية الاقتراع، فبنكتب هنا question وناخد هنا كله وبعدين double quotation ونكتب السؤال مثلا هنا which programming language do you prefer، اي لغة برمجة بتفضلها، وبعدها بناخد كوما وبندي هنا الاوبشنز الخاصة بعملية الاقتراع، فبنكتب هنا options وبعدين كله وبنكتب الزوج الخاص بها القيمة، بس بنكتبها هنا بتنسيق جيسون، فبناخد هنا جيسون ناخد منها الميثود اللي هي اسمها دامبز و نقوم بتحويل الليست الاتية، فبنكون هنا ليست وناخد هنا سنجل كوتيشن واكتب له الخيارات اللي هيستخدمها في عملية الاقتراع. هنا اكتب له مثلا جافا، هل تفضل الجافا؟ نكتب الاليمنت التاني مثلا هل تفضل البايثون؟ وبعدين كوما نكتب الاليمنت الثالث هل تفضل مثلا كوتلين؟ بعدها بنكتب هنا double quotation بينهم، بنكتب مثلا is underscore anonymous، هل هو مجهول اللي هيعمل عملية الاقتراع دي؟ حاجة من الاتنين، يا false يا true، فهتركها مثلا true انه هو يكون شخص مجهول true، وبعدين ناخد كومة وهنا نعمل double quotation. طيب نوع الاقتراع هنا كله ونكتب هنا نوع الاقتراع، ادم النوع هنا قيمة string ممكن يكون regular او نوع quiz، فمثلا اختار هنا regular. كده انا وضعت البارامترز. في الخطوة اللي بعدها اتجه الى التليجرام لكي احصل على، اتجه للتليجرام علشان اعرف حاجتين، اجيب هنا الاكسس توكن اللي هضعه بعد بوت واعرف الشات اي دي، فاضغط هنا تليجرام وافتح الماسنجر واكتب هنا ابحث عن بوت فاذر، افتح البوت فاذر اضغط ستارت وبعدها نيو بوت واكتب اسم البوت، هكتب مثلا اسم البوت هنا بولينج اقتراع. قال لي ضع لي يوزر نيم خاص بالبوت ده، فاكتب مثلا ده بروج مان بولينج ولازم ينتهي بوت. هنا عمل كرييتنج لبروج مان بولينج بوت واحضر ليا هنا الاكسس توكن، وده المهم جدا. في الخطوه الثانيه هعمل ايضا جروب مجموعه، فاضغط هنا على القائمه دي واكتب هنا نيو جروب واكتب مثلا دي بروج مان جروب مثلا، دي مجموعة بروجمان، واضغط نيكست وبعدين اضيف هنا
أسماء، أكتب هنا مثلا اسم، أضيف هنا مثلا عضو، ثم أبحث عن عضو مثلا، فأكتب هنا أي عضو عندي أضيفه، وأضيف كمان البولينج بوت اللي أنا عملتها من شوية. والبولينج بوت هنا أضيفها إزاي؟ أرسل لها دعوة، فممكن أكتب هنا آت، وأكتب هنا بروج مان بولينج بوت، بيقوم يبحث عنها وأضيفها هنا. كده أضفت اتنين، أختار كرييت، كده عمل كرييتنج للجروب. هنا الجروب أجد اسم مكتوب، واسم فرد هنا أدخلته، واسم البوت البولينج هنا وضعتها. أذهب للبايثون شارم إديتور وأستكمل الكود. فهنا أفتح متغير اسمه response مثلا، response بيساوي requests.get، بداخل get أخذ الـ URL اللي أنا وضعته، وبعدها أتنقل للخطوة الثانية أكتب print، وأكتب response المتغير اللي أنا سبق فتحته dot text، حوله إلى نص. طبعا لازم أرجع تاني وأحضر الأكسس توكن من التليجرام. أذهب للتليجرام وأضغط على البوت فاذر، أجد هنا الأكسس توكن، أقوم بنسخ الأكسس توكن، وأرجع تاني للبايثون شارم إديتور، وأنا أعمل له لصق بعد بوت، أضغط كليك يمين وأستخدم بيست، وبعدها هنا أخد سلاج وأكتب هنا get updates ونضغط ران. هيبحث لي عن الابديتس اللي انا عملتها، كتب لي هنا مجموعة فاضية اوكي ترو ريزلت، وهنا اداني مجموعة فاضية. بعدها اقوم بارسال رسالة الى البوت اللي انا عملتها لكي احصل على الشات اي دي، فبذهب للتليجرام هنا و أدي رسالة، أذهب للمجموعة اللي أنا عملتها من شوية، المجموعة اسمها بروجمان جروب، بفتحها وأذهب إلى الشات بوت اللي اسمها بولينج، وأعمل لها سيند مسج، وهنا أختار ستارت، وأبعت لها مثلا رسالة مثلا كلمة هيلو مثلا، كده أرسلت لها رسالة. وأرجع تاني للبايثون شارم إديتور وأضغط ران، هنا إداني أبديت رقم كذا، وكتب لي هنا الشات اي دي، ده اللي انا عايزه الشات اي دي، اخدها، كتب فروم اي دي وكتب لي الشات اي دي، بعمل هنا كوبي نسخ واخدها هنا في الشات اي دي بين علامتي الكوتيشن، واقوم اعمل لها لصق هنا، وبكده وضعت هنا الشات اي دي حصلت عليه. وبعدين اغير هنا جيت ابديتس هنا واكتب هنا سند بول، ارسل بول، وأضغط رن. طبعا هو اداني رسالة خطأ هنا، اداني قال لي اوكي فولس ايرور كود رقم 400 ديسكريبشن باد ريكوست، طلب سيء، كانت بيرس اوبشن جيسون، مش قادر يفهم هنا الطلب اللي انت عامله بتنسيق جيسون. ايوه، لان انا لسه لم ادخل له البارامترز. فهنا اجي بعد اليو ار ال واخد كوما وأقول له خد عندك الداتا البيانات تساوي مكتوبة عندك في الباراميترز، يعني افتح الـ URL وهنا هعمل سنت بول، يعني ارسل لي اختراع. طب الاختراع ده هياخد بياناته منين؟ هياخد بياناته من خلال الداتا. طب والداتا هتاخد بياناتها منين؟ من خلال الباراميترز اللي انا حطيتها هنا. ده الجزء الخاص بالمتغير باراميترز اللي مكتوب بتنسيق جيسون. اضغط رن واشوف النتيجة، قال لي تمام كده ويتش بروجرامنج. نفتح تاني التليجرام، الاقي هنا كتب لي الاختراع هنا، وكتب ويتش بروجرامنج لانجويج دو بريفير، كتب هل جافا ولا بايثون ولا كوتلين، فاقول له مثلا بختار دي البايثون. هنا طبعا عمل الانونيمس هنا مجهول، يعني المخترع هنا مجهول. لو انا عايز المخترع اسمه يظهر هنا، برجع تاني اعدل في الكود واجعل از انونيمس ما هنا ترو، يعني اجعله مجهول. لا، المرة دي هغيرها وخلاها فولس، واضغط رن واشوف النتيجة،
ايوه نرجع تاني هنا. عمل لي ويتش بروجرامينج لانج دو بريفير، كتب لي جافا بايثون كوتلين، فبختار مثلا بايثون. اداني هنا فيو ريزلتس. لما نضغط على فيو ريزلتس نجد هنا اسم الشخص المقترع ظهر. لماذا؟ لاننا غيرت هنا في الكود وجعلت is anonymous false، يعني هل الشخص المقترع يكون مجهولا؟ اخترت هنا false، لا 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 يكون مجهولا بل معلوما، وبالتالي يمكن رؤية أسماء الأشخاص الذين سيقترعون على هذه الاختيارات. طيب كيف أعرف باقي الاختيارات؟ طبعا سأترك لك هذا الرابط إن شاء الله، بيحتوي على الاختيارات التي وضعتها في الكود سابقا، اللي هي الاختيارات دي وهي قيمتها وتفسيرها، أي دليل لك كامل على عمل البولينج. ستجد هنا أول ثلاث اختيارات required مطلوبين، مكتوب هنا required yes yes yes. أما باقي الاختيارات فهي optional، يعني مثلا explanation ممكن تضع هنا تفسير لعملية الاختراع أو توضيح إذا تم اختيار خطأ، ده الكلام ده لو كانت كويز. وأيضا هنا ممكن تضع open period فترة مفتوحة، وهذه القيمة بتاخد قيمة integer. ممكن تضع هنا close date اللي هو وقت إغلاق هذا الاختراع، وهنا أيضا بياخد القيمة integer، وأيضا is closed، وهذه باقي الاختيارات اللي ممكن تضعها وتقرأ في المانيوال ده كيفية استخدام هذه الاختيارات في عمل البولينج من خلال التليجرام. إن شاء الله سأضع لك هذا الرابط في وصف الفيديو، وأيضا سأضع لك هذا الكود في وصف الفيديو إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.